ما يسوق الفنان يعني الفنان الفنان العراقي حد الطربيل ترى. بعد الطربيل ما حد يعرفه. وعكس الفنان العربي والخليجي. صار شوي اقرب من الطربيل بارده اليوم. ها؟ اقرب شوي بارده والله. اي والله ممكن جديات. يعني انا اذا جبت مثلا واحد عنده متابعين على التيك توك وهو ما له علاقه بالموهبه يصير ممثل هسه ما انا قرات اسلاميه ما اقدر اقول لو ينزل مدري منه. لا حبيبي مستحيل. انت اغلب المشهورين او المشتهرين او ما ادري شو نسميهم انت طاشين. اغلبهم الطاشين وانا كاتب الطاشين لا دين لهم بالفيس بال 2019 كاتبه هسه طلعها وشوفكم اياها اغلبهم هسه يقولون بدنا نهاجم. لا لا من هذا لا احنا ما بدنا نهاجم. احنا ليش بدنا نمشي عليهم؟ اكو محتويات اكو مشتهرين او مشهورين لا محتواهم يجنن. اكو معدولين على قد عدد الاصابع يعني عدد الاصابع يمكن بس يدي لنا يعني هيجي بس يا اخي هم صغار ما يصير يكبرون هذا حجمه على قد التليفون انت وسووها قنوات كبروهم زغروا